التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن مستجدات التصعيد في قطاع غزة والمواجهات العسكرية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الجانبين استعرضا الاتصالات والتحركات الدائرة على المستويين الدولي والإقليمي للحث على استعادة التهدئة وخفض التوتر، مؤكدين أهمية تجنب توسيع دائرة الصراع وإتاحة المجال للجهود الدبلوماسية لحماية المدنيين ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة. في هذا السياق تقدم الأمين العام بالشكر للرئيس السيسي على الجهود التي تقوم بها مصر ودورها المقدر على صعيد بذل المساعي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. أكد البيان الختامي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه. ودعا البيان جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، كما أكد على العمل مع المجتمع الدولي لإطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك، وذلك تنفيذا للقانون الدولي وحماية أمن المنطقة واستقرارها من خطر اتساع دوامات العنف. قال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيجتمع مع العاهل الأردني الملك عبد الله في عمان اليوم. وأضاف الشيخ أن الرئيس عباس سيجتمع أيضا مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن غدا الجمعة. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد 15 مواطنا وإصابة العشرات في قصف الاحتلال لمنزل في شمال قطاع غزة. إلى هذا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 1200 شهيد و5600 مصاب، فيما بلغت الحصيلة في الضفة الغربية 28 شهيدا و150 مصابا، من بينهم نحو 60% من المصابين في قطاع غزة من الأطفال والنساء. أعلن رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية بغزة توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع بعد نفاد إمدادات الوقود نتيجة التصعيد المستمر بين الفلسطينيين والإسرائيليين. كان رئيس سلطة الطاقة في غزة قد أشار في وقت سابق إلى أن توقف محطة توليد الكهرباء سيتسبب في إغراق القطاع في ظلام دامس وتوقف جميع الخدمات الإنسانية بما في ذلك المستشفيات وجميع المرافق الصحية على أثره. قالت السلطات الفلسطينية إن الضربات الإسرائيلية دمرت حتى الآن أكثر من 22600 وحدة سكنية وعشر منشآت صحية، ألحقت أضرارا بما يصل إلى 48 مدرسة. من جهة أخرى، أكد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ مارتن جريفيث أن حجم وسرعة ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة أمر تقشعر له الأبدان، داعيا إلى احترام قوانين الحرب ووقف العنف وحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية. أطلق برنامج الأغذية العالمي عملية طوارئ لتوفير الغذاء لأكثر من 800 ألف شخص في غزة والضفة الغربية. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دعا البرنامج إلى إقامة ممرات إنسانية لتسهيل دخول المعونات والمساعدات الإنسانية إلى غزة وتوفير ممر آمن دون عوائق لموظفيه والسلع الأساسية. رياضيا، يواجه المنتخب الوطني لكرة القدم نظيره الزامبي وديا اليوم الخميس في السابعة مساء على استاد هزاع بن زايد بالإمارات، وذلك ضمن خطة الإعداد لبطولة أمم إفريقيا المقبلة والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. ومن المقرر أن يواجه منتخب الفراعنة منتخب الجزائر يوم 16 من الشهر الحالي.